السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة ودرس جديد من دروس الفوتوشوب. في هذه الحلقة سأريك طريقة تغميق أو تفتيح البشرة على حسب اختيارك بطريقة سهلة جدا. في البداية ستقوم بفتح الصورة التي تريدها في الفوتوشوب، بعد ذلك وعند فتح الصورة بداية ستنتقل هنا إلى هذه الأيقونة لفتح لير جديد، تقوم بالنقر على هذه الأيقونة طبعا الخاصة بفتح اللاير الجديد. كما ترى تم فتح اللاير لدينا. الآن ستقوم بتخفيف الكواليتي إلى هكذا يعني 40%، بعد ذلك ستذهب إلى نورمال وتختار سوفت لايت من هنا. الآن ستقوم بتحديد أداة الفرشاة، بعد ذلك ستقوم بتحديد هذا الخيار يعني أفضل من كل الخيارات الأخرى، ستقوم بتحديده هكذا حتى يعطيك نتائج رائعة. الآن ستقوم بالتفتيح أو التغميق على حسب اختيارك كما ترى أمامك هكذا. لاحظ معي مشاهدي الكريم، اقوم بتفتيح البشرة هنا. لاحظ معي كيف اصبحت بطريقة سهلة للغاية. طبعا اذا كنت تريد يعني زيادة رفع التفتيح فقط من هنا الكواليتي تقوم برفعه. لاحظ معي عندما تلاحظ مشاهدي الكريم كلما ارتفعت نسبة كلما زادت الحدة هكذا. اذا هكذا جيد، هذا بالنسبة للتفتيح كما ترى أمامك بكل سهولة. أما بالنسبة للتغميق فتذهب هنا إلى هذه الخانة، خانة الألوان، وتقوم بالنقر على هذه الأيقونة للتبديل إلى اللون الأسود، بعد ذلك ستقوم بالتغميق أو يعني تصبح البشرة يعني ليست تفتح هكذا، سمراء إذا صح التعبير يعني. لاحظ معي يعني صورة احترافية للغاية، وكأنها يعني حتى إذا أردت هكذا وجعل الوجه كامل بهذا الشكل فوكأنه حقيقي يعني ليس معدل بالفوتوشوب. وبهذا يمكنك التفتيح والتغميق وزيادة الحدة هكذا. لاحظ معي مشاهدي الكريم هكذا هكذا كما رأيت، طريقة سهلة للغاية باستعمال الفوتوشوب بدون أي مشاكل وبكل سهولة. كما رأيت مشاهدي الكريم فرق كبير للغاية، يمكنك تفتيح البشرة أو تغميقها بطريقة سهلة جدا باستعمال الفوتوشوب.